السلام عليكم ومرحبا بكم معنا مرة أخرى في فيديو جديد. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معاكم اللي بغيوش كيجيو زوينين وسهلين في التحضير ديالهم بمكونات جد بسيطة وحتى الطريقة جد سهلة ومبسطة. فخليكم معنا إن شاء الله باش نشوفوا الطريقة كيفاش غادي نحضروهم وحتى المكونات والمقادير اللي غادي نحتاجوهم لهاد اللي بغيوش. هادو كيجيو صراحة زوينين وخفاف حتى الشكل ديالهم كيجي رائع. فخليكم معنا. اول حاجه غادي ندوزو باش نحضروا الكريمه. غادي ناخذوا كاس كبير ديال الحليب، غادي نوضعوه في واحد الكاسرونه ونضيفوا عليه بيضه وغادي نضيفوا واحد ساشي ديال السكر فاني او السكر الفانيلا. وغادي نزيد عليهم شويه ديال الملح وغادي نضيف جوج معالق كبار ديال السكر، وكيبقى السكر على حسب الذوق. وعندي هنا دقيق النشا او المايزينا، ولا توفر عندكم البودره ديال لا كريم باتيسير من الافضل. وغادي نخلطوا المكونات باش ينسجموا مع بعضياتهم قبل ما نوضعوهم على النار باش ما يلصقش لينا ملي يكون كيغلي. وغادي نبقاو مستمرين بالتحريك كيف ما قلت لكم باش ما يلصقش وما يتحرقش لينا، على نار مهيله ما نحيدوش يدينا حتى نشوفوا الخليط ديالنا او لا كريم الكريمه ديالنا اللي كنحضروها بدات كتعقد. فكما كتلاحظوا معايا هنايا هي العقدات، غادي نطفيو عليها ونديروها في واحد الاناء باش نخليوها تبرد. كيف ما شفتوا هي تماسكات وعقدات. غادي ناخذ واحد الفيلم اليمونتير ونغطيها باش نخليها تبرد على راحتها. ودابا غادي ندوزو ان شاء الله باش غادي نحضروا العجين ديالنا. غادي ناخذوا واحد الاناء اللي غادي نوضعوا فيه كاس ديال الحليب يكون دافئ، وغنضيفوا عليه جوج معالق صغار ديال الخميره ديال الخبز او الخميره الفوريه، غادي نخلطوه باش يذوب لينا الخميره مع الحليب. غادي نضيفو عليهم جوج بيضات ونخلطوهم. فبالنسبة للحليب ما يكونش سخون بزاف، يكون غير دافي وعلى حسب الجو. إذا كان الحال سخون بزاف ما غاديش نحتاجوه يكون دافي. غادي ناخدو قياس ديال السكر كأس غير مملوء، وعندي هنا واحد ساشي ديال السكر فاني. بالنسبه للحلاوه على حسب الذوق، كاين اللي ما كيبغيش الحلاوه بزاف وكاين اللي كيبغيها. ودابا غادي نضيف قياس واحد جوج معالق كبار ديال الزيت العاديه او زيت المائده، وغادي نستمر بالتخليط. غادي نضيف هنا قياس واحد 70 غرام او 80 غرام ديال الزبده، وغادي نبدا كنضيف في الدقيق. فانا هنا وضعت جوج كؤوس ديال الدقيق
وهذا الكأس الثالث، وغادي نضيفو واحد الكيس ديال الخميرة ديال الحلويات، وغادي نستمرو بالجمع ديال الخليط باليدين ديالنا حتى نجمعوه. بالنسبة للعجينة ما تكونش قاصحة بزاف، وغادي نجمعها ونخليها باش تختمر. فمن بعد ما ارتاحت لي العجينة عفوا وخمرات مدة واحد ساعة ديال المقانة، غادي نبسطها على سطح العمل على هذا الشكل هذا، وغادي نوضع من فوق منها الكريمة اللي خليتها بردات اللي حضرتها من قبل، غادي نوضعها عليها كاملة. فأنا بالنسبة للعجين قسمتها على جوج، النص غادي نوضعه بهاد الكريمة اللي حضرناها أو هاد الكريم باتيسيير، والنصف الثاني غادي نشوفه باش غادي نحضره إن شاء الله. وغادي نمشيو للطرف ديال العجين عفوا، وغادي نمشيو كن نجمعوه على هاد الشكل هذا أو كنحربلوه. سيوصل للطرف الثاني ونجمعوه كامل بهالطريقة هذه. وغادي ناخدو الخيط العادي اللي كنخيطو به، غادي ندوبلوه على 4، وغادي نبيه غادي نبقاو كنقطعو على هاد الشكل هذا كما كتشوفوا معايا كيجيو على هاد الشكل هذا، وغادي نبداو كنوضعوهم في صفيحة الفرن باش يرتاحوا مرة أخرى. غادي نعاود معاكم وحدة أخرى. وغادي نبقى مستمره بنفس العمليه حتى نكمل. اما بالنسبه للدقيق فانا هنا دخلني 5 ديال الكؤوس، ما يعادل تقريبا واحد 500 غرام ديال الدقيق، وكتبقى على حسب النوعيه كاين اللي كيشرب وكاين اللي ما كيشربش. فانا هنا من بعد ما غادي نكملهم ان شاء الله بالتقطع، عاد نخليهم يرتاحوا المدة ديال واحد 10 ديال الدقائق عاد باش ندخلهم ان شاء الله للفرن. كما كتشوفوا كيجيو على هذا الشكل هذا، ودابا من بعد ما ارتاحوا غادي ندهنهم بشويه ديال الحليب او بالبيض على حسب شنو ما بغيتو. غادي ندهنهم شويه في الوجه، وغادي نرشهم شوية ديال اللوز إفيلي. كيبقى تزين اختياري، تقدروا تزينوهم بأي حاجة أو تخليوهم هكذاك. وفي هاد الأثناء هادي الفرن ديالي راه سخون، غادي ندخلهم ليه باش يطيبوا إن شاء الله. وغادي ندوزو دابا باش نحضروا النصف الثاني ديال العجين اللي بقات. فأنا هنا خديت الشوكولا ديال الدهن، وانتوما تقدروا تغيروا لما بغيتوش الشكلاط، تقدروا تعوضوه بالكونفيتور ديال المشماش او الفخاز او اي نوع من الكونفيتور، كيبقى على حسب المتوفر او على حسب الذوق ديال كل واحد. وغادي نجمعوه بنفس الطريقة اللي جمعنا بها من قبل على هذا الشكل هذا، وغادي نوليو نقطعو حتى هو بنفس الطريقة بالخيط على هذا الشكل هذا. صراحة كيجي زوين، حتى هذا ديال الشوكولا كيجي رائع في المذاق لعشاق الشوكولا. غادي نبقى مستمرة
حتى نكمل. وهانتم معنا ان شاء الله الى نهاية الفيديو. وكان هذا هو الشكل النهائي ديال لي بغيوش ديالنا ديال اليوم. وصلنا الى نهاية الفيديو. شكرا لكم بزاف على المتابعة. الى فيديو اخر ان شاء الله. خليتكم على خير والسلام عليكم.